السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الفيديو التاني من ASE دبلومة اللي هي أوتوكاد وساب إكسل دبلومة. معاكم المهندس مصطفى السباعي، ودي طرق التواصل بتاعتي عن طريق الواتساب أو عن طريق التليجرام أو الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن برنامج الأوتوكاد، وعرفنا إزاي بنحمله من موقع رسمي للشركة بلايسنس 3 سنين، وكمان عرفنا ازاي نسطب برنامج الاوتوكاد على الجهاز بتاعنا. النهارده ان شاء الله هنبدا اول حصه من حصص تعليم برنامج الاوتوكاد. هو برنامج من اشهر برامج الرسم للمهندسين عموما وللمهندسين المدنيين والمعماريين خصوصا. قبل ما نتكلم على هناخد ايه في برنامج الاوتوكاد والمحتويات بتاعه الكورس بتاعنا، لازم الاول نتعلم البرنامج الاوتوكاد دوت. كلمه اوتوكاد ديت اصلا جايه منين ومعناها ايه؟ كلمة أوتوكاد ديت زي ما احنا عارفين إن هي متكونة من جزئين، الجزء الأولاني اللي هو أوتو والجزء التاني اللي هو كاد. أوتو اختصار لأوتو ديسك، وهي الشركة المالكة لبرنامج الأوتوكاد، طبعا من أشهر الشركات اللي بتعمل برامج هندسية. من أشهر البرامج بتاعتها اللي هي برنامج الأوتوكاد وبرنامج الريفت وبرنامج الثري دي ماكس. كاد الثلاث حروف الكابيتال دول اختصار لثلاث كلمات، السي ديت اختصار لكمبيوتر، والاي ديت اختصار لايدد، والدي اختصار لدرافتنج، يعني الرسم او التصميم بمساعدة الكمبيوتر. دوت معنى كلمة اوتوكاد. طيب المحتويات في الكورس بتاعنا عبارة عن ايه؟ اول حاجة هنتعلم ازاي نعمل داونلود وسيت اب للبرنامج الاوتوكاد، ده احنا اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات. تاني حاجة الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على الاوتوكاد انترفيس، هنتعرف على برنامج الاوتوكاد وهنتعرف على الواجهة بتاعته وازاي نتعامل معاها. تالت حاجة هنتعلم اوامر الرسم بتاعت الاوتوكاد. رابع حاجة هنتعلم اوامر التعديل الايديتنج كوماند. خامس حاجة هنبدأ نطبق اللي احنا اتعلمناه في الخطوتين الاولانيين دول، هنبدأ نطبقهم على General Engineering Designs، تصميمات هندسية متنوعة من تصميمات ميكانيكية، تصميمات عامة، تصميمات كهربية، وهنتخصص أكتر بعد كده في التصميمات المعمارية والتصميمات الإنشائية. سادس حاجة هنتعلم إزاي نعمل Dimension على الديزاينز بتاعتنا والرسومات بتاعتنا، وإزاي نعمل Dimension Style خاص بينا ينفع إن إحنا نستخدمه في كل الرسومات بتاعتنا بعد كده. سابع حاجة طبعا، ودي حاجة مهمة جدا، ازاي نكتب على برنامج الاوتوكاد. ما عندناش مشكلة في الكتابة باللغة الانجليزية، لكن هتقابلنا حبة صعوبات شوية في الكتابة في اللغة باللغة العربية، فهنتعلم ازاي نكتب باللغة العربية ان شاء الله، وكمان ازاي نعمل ستايل للكتابة بتاعتنا، ازاي نختار خطوط مختلفة، ازاي نحدد حجم الخطوط قد ايه والالوان بتاعتها، برضو هنتكلم في التايبنج ستايل. تامن حاجة ازاي اعمل layers تنفع لكل التصميمات والمشاريع بتاعتي، وازاي اعملها templates بحيث ان انا كل مشروع جديد ما اعملش تصميم للayers من اول وجديد، لكن هتبقى عندي مجموعة من layers موجودة ثابتة معايا. تاسع حاجة ان شاء الله هنتعلمها اللي هي البلوكات، هنتعلم ازاي نكرييت بلوك او ازاي نعمل export لبلوك موجود على برنامج الاوتوكاد، وكمان لو انا عندي بلوكات وعايز اعمل تعديل فيها هنتعلم ازاي نعمل editing على البلوكات ديت. هنبدأ نتعلم الاركتكتشر دروينج اللي هي الرسم المعماري، ازاي نرسم بلان معماري، وهنبدأ نتعلم الرسم الانشائي اللي هو الاستراكشر دروينج. نبدأ نعمل هنطبق مع بعض ان شاء الله رسومات انشائية كاملة من لوحة محاور واعمدة ولوحة اساسات ولوحة السقف وجدول الكمرات وجدول التسليح والحاجات دي كلها ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسمها مع بعض. في بقى عندنا ادفانسد اوبشن برضو لازم نتكلم فيها، اللي هي ازاي تغير من السيتنجز بتاعه الاوتوكاد نفسه، وازاي تعمل لها اديتنج على حسب الحاجات اللي انت محتاجها. كمان الاريا بروبرتيز اللي هي الخصائص بتاعه المساحه زي الانرشيا الاي اكس والاي واي والحاجات دي كلها، ازاي نبدا نستخرج المعلومات ديت من برنامج الاوتوكاد. والبرينتنج، ودي حاجة مهمة جدا، ازاي تطبع من برنامج الاوتوكاد بسكيل محدد انت عارفه، ودي مشكلة بتقابلنا كتير جدا وبتقابل مهندسين كتير جدا اعرفهم ان هم ما بيعرفوش يطبعوا، فاحنا هنتعلم مع بعض ان شاء الله ازاي تعمل طباعة واخراج
للوحة تبقى لوحة كويسة. وآخر حاجة خالص، إزاي نعمل كونكشن ما بين برنامج الأوتوكاد وبين برنامج الساب. دي الكورس أوفر فيو، وده الحاجات اللي احنا هنتعلمها في الفيديوهات المختلفة بإذن الله. خلينا نبدأ مع بعض أول فيديو النهاردة، اللي احنا عايزين نتعرف على الانترفيس بتاعة الأوتوكاد. طبعا برنامج الأوتوكاد ده اللوجو بتاعه أو ده الشورت كات بتاعه. أنا مسطر عندي أوتوكاد 2018، وده اللي احنا هنشتغل عليه خلال الفيديوهات ديت. لكن طبعا لو انت مسطب اي نسخة تانية هتلاقي فيه تغيير بسيط في الديزاين بتاع الشورت كات ده، لكن كلهم بيبقى فيهم الرسمة اللي هي بتاعت حرف الاي اللي هو اول حرف من اسم برنامج الاوتوكاد. لو عملت دبل كليك كده هو على برنامج الاوتوكاد هنلاقي الصفحة ديت طلعت لنا. الصفحة ديت طبعا من اول اوتوكاد 2014. هنلاقي ان البيج ديت بنسميها الويلكم بيج، اللي هي الصفحة الترحيبية من برنامج الأوتوكاد، طلعنا بالشكل ده. دوت من أول 2014، من أول نسخة كاد 2014 فما فوق. لكن لو احنا عندنا نسخة قبل كده مش هنلاقي الويلكم بيج ديت، هنلاقي إن الكاد بتاعنا أول ما بنفتحه بيطلع على الصفحة التقليدية بتاعة الأوتوكاد زي ما احنا شايفينها دلوقتي. طيب الصفحة الترحيبية ديت فايدتها إيه، أو إيه هي محتوياتها؟ طبعا محتوياتها إن أنت لو عايز تعمل أوبن فايل جديد تبدأ تعمل اوبن من خلال الحتة ديت. حاجة كمان برضو مهمة جدا ومفيدة جدا، لو انت شغال في مشروع واخد كذا يوم ورا بعض، فلو عايز تفتح الفايل اللي انت كنت شغال عليه، دي الفايلات اللي احنا اشتغلنا عليها مثلا اخر 7 او 8 فايلات انا اشتغلت عليهم موجودين هنا في الريسنت دوكيمنتس. فلو انت عايز مثلا تفتح الفايل دوت بمنتهى البساطة، بدل ما تدور عليه في الكمبيوتر بتاعك عشان تفتحه، بمنتهى البساطة انت ممكن تفتحه اوتوماتيك بالشكل ده. طبعا الصفحة الترحيبية ديت هتبقى مفيدة جدا لينا، ان انت لو شغال في اي حاجة ممكن تفتحها على طول، فديت حاجة كويسة جدا. طبعا الصفحة الترحيبية ديت هنلاقي التصميم بتاعها فيه شبه كبير من المتصفح جوجل كروم، ان انت ممكن تعمل صفحة جديدة، فبتبدأ تعمل تضغط على علامة الزائد ديت اللي هي تفتح لك فايل جديد نيو دروينج. ممكن تفتح فايلات كتيرة جدا موجودة عندك من خلال الصفحة ديت، زي النت بالظبط. انت ممكن تفتح 4 5 رسومات جنب بعض، بحيث وانت شغال يبقى عندك 4 5 فايلات فاتحين في نفس الوقت. احنا كده اتعرفنا على الجزئية الأولانية اللي هي الصفحة الترحيبية. طب دلوقتي انا فتحت صفحة جديدة عايز أبدأ أرسم فيها، فهيطلع لي الصفحة بتاعتي بالشكل ده. تعال نتعرف على مكونات الصفحة بتاعة الأوتوكاد ديت. تعال نبدأ الأول من فوق. هنلاقي نقط من فوق في النص هيكتب لي اسم البرنامج والفيرجن اللي أنا مسطبها على الكمبيوتر، وكمان هنا هو اسم الفايل بتاعي اللي هو drawing 2 اللي هو الفايل اللي أنا فاتحه. طبعا لو أنا فاتح فايل تاني مثلا زي الفايل دوت، الفايل ده اسمه هنا ايه، اسمه beams، هلاقي هنا فوق مكتوب ايه، مكتوب اسم الفايل beams. ديت الجزئية الأولانية. الجزئية التانية اللي على اليمين ديت هنلاقي نوت فيه حبة، هنلاقي نوت فيه حبة أيقونات زي الكلوز، زي الماكسمايز، زي المينيمايز. هنلاقي نوت برضو لو أنت عايز تشتري منتج من منتجات أوتو ديسك، هتلاقي نوت فيه علامة الأوتو ديسك أب ستور. لو أنت عامل أكونت على أوتو ديسك، واتكلمنا على إزاي تعمل أكونت في الفيديو اللي فات، دي ممكن تعمل ساين إن في الحتة ديت. لو أنت عايز تعمل سيرش على حاجة على في برنامج الأوتوكاد برضو ممكن تعمل سيرش من خلال الأيقونة ديت. على الشمال بنلاقي نواة برضو مجموعة من الأيقونات. الأيقونات ديت بنسميها الكويك أكسس بار، ودي حاجات احنا بنستخدمها كتير جدا أثناء شغلنا، اللي هو مثلا زي نيو ديت لو انت عايز تفتح فايل جديد، هنا هو اوبن لو انت عايز تفتح مشروع اوريدي موجود، ممكن تعمل هنا سيف از لو انت عايز تطبع. في عندك اللي هو الايقونه بتاعت البلوت، في عندك ايقونه الاندو لو انت عملت امر وعايز ترجع فيه زي كنترول زد كده اهوت، وفي عندك ايقونه الريدو لو انت عايز ترجع لنفس الامر دوت تاني، وفي عندك ان اهوت ايقونه سيف. دي الحاجات اللي انت بتستخدمها كتير، فاحنا بنحطها في حته اسمها كويك اكسس بار. البار الصغير ده بنسميه الكويك اكسس بار. طب افرض انا عايز اعدل على الكويك اكسس بار ده، عايز اضيف حاجه او عايز الغي حاجه، اقدر اعملها منين؟ هقدر اعملها من السهم ده. السهم دوت كده دوت لو فتحته هلاقي ايه، هلاقي دي مجموعه الايقونات اللي انا ممكن احطها في الكويك اكسس بار. هلاقي الحاجات اللي محطوطه على جنبها علامه الصح هي الحاجات اللي ظاهره لي هنا اهو.
يعني للمثال لو انا عايز الغي مثلا الورك سبيس ده اللي اسمه ورك سبيس هنتكلم عليه دلوقتي، لو انا عايز الغيه هشيل من عنده الصح ديت، فايه اللي هيحصل؟ اختفى. نفس القصه لو عايز الغي علامه السيف، السيف هي محطوطه اخر حاجه، برضو لو شلت الصح من عندها هلاقيها اختفت. ونفس القصه لو عايز ارجعهم تاني، هبدا بمنتهى البساطه ارجعهم تاني. انت لو في حاجه شايف ان انت مش بتستخدمها كتير وعايز ان انت تلغيها تقدر تلغيها، لو في حاجه تانية عايز ان انت شايف ان انت بتستخدمها كتير وعايز ان انت تضيفها ممكن تضيفها عادي خالص. طب تعالى نتكلم على الورك سبيس. ايه بقى الورك سبيس ده؟ الاوتوكاد فيه 4 ورك سبيس ديفولت بيجوا مع البرنامج، لكن انت ممكن تعمل ورك سبيس خاص بيك هنتعلمه فيما بعد. طيب ايه الورك سبيس اللي موجوده؟ طبعا اشهر ورك سبيس موجوده اللي هي الاوتوكاد كلاسيك. بعد اوتوكاد 2015 ما عادش الاوتوكاد كانت الصفحه الرسميه بتاعته هي الاوتوكاد كلاسيك اللي هو التصميم القديم ده. طيب في تصميمات تانية، في الاوتوكاد اللي هو درافتنج اند انوديشن، دي اصبحت الصفحه الرسميه بتاعت الاوتوكاد او التصميم الرئيسي بتاع الاوتوكاد. وليه احنا بنقول التصميم الرئيسي؟ بنقول التصميم الرئيسي لان كل البرامج دلوقتي بتعتمد على حاجه اسمها الريبون، وهنشوف كمان شويه الريبون دوت شبه برامج ايه. طب خلينا نسال سؤال، ايه احسن يا باشمهندس، ان احنا نشتغل على درافتنج اند انوتيشن ولا نشتغل على الاوتوكاد كلاسيك؟ انا من وجهه نظري ان احنا نشتغل على الدرافتنج اند انوتيشن، اولا ان هو اسهل بكتير جدا من القوائم بتاعت الاوتوكاد كلاسيك. اصبحت الاوامر بتاعتك ان هو موجوده قدامك كلها، الكتابه بتاعتها واضحه ان انت تقدر تشوف من بعيد الامر دوت اسمه ايه، وكمان الرسمه بتاعته واضحه غير القوائم بتاعت الاوتوكاد كلاسيك كانت بتبقى هنا في الجنب وبتبقى صغيره جدا وصعب ان انت تشوف الامر اللي انت عايزه ايه بالظبط. دي نقطه. الحاجه الثانيه ليه درافتنج اند انوتيشن احسن؟ لان الدرافتنج اند انوتيشن دوت يا جماعه بيعتمد على حاجه اسمها مينيو بار. طب فين المينيو بار؟ انا مش لاقي المينيو بار. المينيو بار يا جماعه لو انت فتحت البرنامج لاول مره هتلاقيه مختفي. عشان تظهر المينيو بار هتتك على السهم اللي هو جنب الكويك اكسس بار اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وبعدين هتبدا تختار الاختيار اللي قبل الاخير اللي هو شو مينيو بار، اللي هو اظهر المينيو بار. دي مجموعه المينيو بارز اللي موجوده عندك في الاوتوكاد. تحت المنيو بار ديت يا جماعه بيبقى فيه حاجه اسمها الريبون، الجزء اللي هو تحت دوت اللي هو فيه مجموعه الاوامر بتاعتي، الجزء ده اسمه الريبون. دلوقتي الريبون ده موجود في معظم البرامج بتاعت الكمبيوتر، زي مثلا برنامج الوورد. لو احنا فتحنا برنامج الوورد هنلاقي عباره عن ايه؟ ادي منيو بار اهيت، تمام، وتحت كل منيو بار الريبون بتاعها. نفس الكلام لو فتحنا برنامج مثلا الباوربوينت هلاقي برضو كل منيو بار وتحتيها ايه؟ تحتيها الريبون بتاعها. فدلوقتي اصبح ان البرامج كلها عايزه تعمل تصميم واحد، بحيث ان انت لو اتعلمت برنامج واحد تقدر تتعلم البرامج التانيه بمنتهى السهوله، فبيبقى فيها سهوله في الاستخدام لان مش كل برنامج مختلف عن برنامج التاني، لا البرامج كلها بقت قريبه جدا من بعض. طيب الريبون دوت متقسم عباره عن ايه؟ الريبون مثلا في عندنا هنا تابس، ده الريبون بتاع هوم، ده الريبون بتاع انسيرت، ده الريبون بتاع انوتيت وهكذا. الريبون بتاع هوم يا جماعه متقسم لمجموعه جروبس، ادي الجروب بتاع درو، الجروب بتاع موديفاي، الجروب بتاع انوتيشن وهكذا بقيه الجروبات. الدرو هنا هو ظاهر لي مجموعه من الايكون زي ما انت شايفين. لو انا عايز حاجات تانيه مش موجوده قدامي اقدر اعمل ايه؟ اقدر اضغط على السهم ده يظهر لي بقيه الاوامر بتاعه قائمه درو. نفس الكلام هنا في كل الجروبس، ادي الحاجات اللي ظاهره في الموديفاي، لو في حاجات تانيه مش ظاهره اقدر افتح السهم ده يظهر لي بقيه الحاجات، وهكذا في كل الجروبات. فالتعامل هنا مع الريبون سهل جدا جدا جدا، غير التعامل مع القوائم بتاعه الاوتوكاد كلاسيك. فنصيحتي الناس كلها تشتغل على الدرافتنج اند انوتيشن، لكن لو حد طبعا عايز يشتغل على اوتوكاد كلاسيك وهو متعود عليه براحته مفيش مشاكل. احنا كده كده ان شاء الله هنتعامل في سلسله الفيديوهات ديت مع الدرافتنج اند انوتيشن، لكن اللي بيتعامل مع الاوتوكاد كلاسيك هي في الاخر نفس القوائم، بس الشكل هو المتغير والتصميم متغير مش اكتر ولا اقل. طيب يبقى احنا كده فهمنا الجزء الاولاني ده العنوان اللي على اليمين دوت اللي هي الكلوز والمينمايز والماكسمايز. لو انت عايز تشتري حاجه من منتجات اوتوديسك او عايز تعمل سيرش
اللي على الشمال دوت فيهم ايه يا جماعه؟ الكويك اكسس بار، في حبه حاجات تقدر تزودها او تضيف اي حاجه عليها من السهم ده. وكمان هنا هو في حاجه اسمها الورك سبيس. الورك سبيس احنا بنختار درافتنج اند انوتيشن، واللي عايز يختار اوتوكاد كلاسيك يقدر يشتغل عليه مفيش مشاكل. تحت الكويك اكسس بار في مجموعه من الايه يا جماعه، في مجموعه من المنيوز. المجموعه المنيوز ديت لو مختفيه عندك تقدر تظهرها من هنا. هبص كده لو ضغطت على هايد منيو بار اختفت، لكن لو ضغطت على شو منيو بار هتظهر تاني. تحت المنيو بارز ديت في حاجه اسمها الريبون. الريبون دوت الريبون الواحد متقسم جواه كذا جروب، جروب درو، جروب ديفاي، جروب انوتيشن، جروب اللايرز. ولو انا محتاج ايقونات اكتر اقدر اضغط على السهم ده يطلع لي ايه؟ يطلع لي ايقونات اكتر. طيب ننزل تحت شويه هنلاقي ايه يا جماعه؟ هنلاقي الحته ديت اللي اسمها الدروينج اريا او الدروينج سبيس، اللي هي منطقه الرسم او مساحه الرسم بتاعت الاوتوكاد. مساحه الرسم بتاعت الاوتوكاد ديت يا جماعه ممتده الى ما لا نهايه، يعني انت تقدر ترسم طريق مثلا بطول 200 كيلو على المساحه ديت مفيش اي مشاكل خالص. لكن لو احنا عندنا لوحة احنا عارفين مقاساتها كام وعايزين نصغر منطقة الرسم ديت على قد المقاس بتاع اللوحة بالظبط، مش عايزين نستغل اللوحة اللي هي ممتدة لما لا نهاية ديت، هنتعلم ازاي ان شاء الله في الفيديو الجاي ازاي نصغر المساحة الرسم ديت ونخليها قد المساحة اللي انا برسم عليها. هننزل تحت شوية هنلاقي ايه يا جماعة؟ هنلاقي ان اهوت حاجة اسمها الكوماند لاين. ده الكوماند لاين اهوت اللي هو سطر الاوامر. سطر الاوامر ده ميزته ان هو لينك التواصل ما بينك وبين برنامج الاوتوكاد. لو انت تقدر تكتب هنا اي امر يقدر يقول لك الاوتوكاد اعمل كذا تبدا تعمله، وتبدا تتبع التعليمات بتاعه البرنامج عشان تعمل الامر اللي انت عايزه. الكوماند لاين دوت فيه كذا ميزه. اول ميزه ان انت ممكن تحركه، يعني ممكن تخليه تحت كده في مكانه، او ممكن مثلا تخليه كده في كبر الشاشه، او لو واحد مثلا عايز يخليه كده فوق عشان هو مثلا دايما بيتعامل باختصارات فمحتاج ان هو يبقى السطر الاوامر على مستوى عينه، فممكن تخليه فوق مفيش مشاكل. يبقى تقدر تحركه. بتحركه منين؟ بتحركه من الجزء اللي هو الدوت دوت، تبدا تمسكه منه وبتبدا تحركه تحطه في المكان اللي انت عايزه في الاوتوكاد. طبعا احنا خليه تحت، لكن لو احنا بنتعامل كتير باختصارات يفضل ان انت تحطه فوق بحيث ان هو يبقى في مستوى النظر. من مميزات السطر دوت كمان ان انت لو عملت مجموعه من الاوامر المتتاليه وفي امر منهم انت ناسي اختصاره ايه او مكسل ان انت تجيبه، زي ما هنتعلم ازاي نجيب الاوامر ديت، فتقدر تجيبه منين؟ تقدر تجيبه من السهم دوت جوه سطر الاوامر. السهم ده عباره عن ايه؟ عباره عن الريسنت كوماندز اللي هي احدث اوامر انت قمت اللي هي احدث اوامر قمت بادخالها. لو فتحت السطر دوت هتلاقي مثلا انا عملت اخر حاجه اريز، يعني عملت مسحت، وعملت امر ريكتانجل، عملت امر لاين، عملت امر سيركل، عملت امر ليميتس، في حبه اوامر انا عملتها. يبدا يجيب لك احدث اوامر انت عملتها ايه. هنيجي على اليمين شويه هنلاقي ان دوت في حاجه اسمها الستيتس بار. الستيتس بار دوت في مجموعه من الايكونز. الايكونز دي طبعا اشهرها مثلا الاوبجكت سناب، واشهرها البولر تراكنج والاورثو مود، ودي اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. احنا كده اتعرفنا على برنامج الاوتوكاد واتعرفنا على المكونات الشاشه بتاعتنا، وان شاء الله من الفيديو القادم هنبدا في الاوامر بتاعتنا تباعا. واشوفكم على خير.